نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي. مهم نهار جديد وفيديو جديد معاكم. اليوم النهار مزوهر، نهار ديال الكساكيس وديال الروينة. ناري روينة كوزينة مرونة بزاف. قلت اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الكوتي يكون زوين، وخا كاين الكسكسو كاين شحال هادي ما بارطاجيت معاكم، كاينه الهام وليدات وداك الشيء غنبغيو نديرو الكوتي. راكم عارفين الكسكسو كتاكليه وكيجيك الجوع، كتاكليه كتنعسي كتفيقي جيعانه. قلت اللهم نديرو شويه المسمن معمر وشويه ديال وحريشه وغنبارطاجيهم معاكم. طبيعه الحال راني حاطه المقادير لهيها. هذاك الكسكسو غادي ديروا الهام، وهنايا هاد الروينه انا دابا غنفركها، غادي نحيد هادشي كامل، ندير التيدو جابير. هادي يلاه جبدته، قالت لي غتبداي تعجني دابا. قلت لها بلاتي تنفرك هاد القضيه هادي ونحيد هاد المشاكل من هنا. انا اللي ما كنحملش نشقى في الكوزينه بحال هكا مرونه. مع ماما كانت كتخمل، وحنا ديما عندنا التخمام، ما عرفتش علاش ما كنتقادوش من التخمام والله العظيم. المهم هادشي اللي كاين، ما تزابيوش معنا هاد الفيديو الا مجات ام كلثوم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، مرتاحين البنات؟ انا قلت لهم قلت ليها ما عجبونيش بزاف النظاره. نتوما اش كتقولوا؟ لا لا زوين، نازله. ماذا ترون في هذه النازله؟ عقديني راه الله ما نعقدكش. هادشي كيتعقدوا فيه الناس. لا واخا دابا تقولي سميتو، انا دايراهم واه. علاش نعقدك؟ شنو وقع لي البارح؟ كنا في البحر، المهم راه تشوفوا الفيديو عندي، كنا في البحر، ما كناش ناويين انني غادي ندوز لهنايا، ولكن قال لي راجلي، قلت ليه هديني، داني جابني لهنا. ايوا وليت جايبه النظاظر هادو ديال الخروج وديال الشوف تاع الدار، خليتهم في الدار. ايوا دابا انا راه كنتقوز عليهم دابا بالمبيضرات تاع الدار. في الدار وفي الدار راه هي اللي دايره، هي دايره دابا الكسكسو. كسكسو حدا جابر ما غيفهم والو. حرك الطنجره، حرك الطنجره بحال سامي اقريو. قالت ليها الحاجه واش يمكن لك نحرك الطنجره؟ واش يمكن لي نحرك لك الطنجره؟ قالت لها بعدي ليا من شغلي، ما حد الكار باقي كاين، غادي نصوص هاد الشيء ونجي بحال هادشي. كانت واحد السلسله واعره ليهم بصراحه. تحيه ناس مراكش كاملين، حيت زعما هي كانت دايره راسها مراكشيه هذيك المراه اللي كطيب. المهم انتم معنا، نحيد هاد الروينه هادي ان شاء الله. نشوفوا هاد الكسكسو. قلت لي الا مكسكسو ديريه انتيا، ما نديروش انا باش ناكل، باش نذوقو. ماشي ما كناكلوش، كناكلو ولكن الا درتو انا ما كنذوقوش. سبحان الله، حيت ديجا تطلع معايا ديك الريحه ديالو. ماشي الا كنت دايره شي حاجه انا مطيبه ما كنشمهاش انا. يلا الناس بلا ما نطول عليكم، قوه الهضوري. شوفوا شوفوا الروينه، شوفوا الروينه. المهم تنجم يفك هاد الكوزينه. المهم بنات كيف ما كتشوفوا، ها هي الكوزينه. راه حاولت باش نجمع شويه، نقص شي شويه، نقصت شي شويه. هذا ضربت بواحد الجفيفه، واخا ماشي ما درتش الجفيفه كامله مكموله، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. شفتوا جمعت شي شويه هاد الشبكه هذه، ضربتها لها بواحد الفركه، فركتها مزيان مزيان. لحقاش هي فاش كنديروا، فين كنديروا الخضره، فين تما كنحطوها في داك القنت اللي لهيها. ايوا صافي، هذه الخضيره الهام اختي جات كتعاود تغسلها، راه كتقاد في الكسكسو ديالها، هو كيطيب. صافي وانايا دابا اش غادي ندير، حيت باقا الروينه اللي هي في الدار، غادي ندوز باش نوجد غير المسمن، نخليه شي شويه يرسح، ما غندير فيه لا خميره لا والو. هذا هو الكسكسو اللي غادي دير ماما، اولا اللي غادي نديروه. شوفي شوفي شنو طاح فيه، واحد يرد البال. شتو شوفوا البنات شنو لقيت، لقيت فيه السلك ديال داك اللي تيحكوا به، تيبقى في الماعن. دابا خاصنا نقلبوه. شوفوا شوفوا البنات، ويلي لا حاله. المهم انتما دابا راني مضطره باش نبقى نقلب فيه بحال هكا. هذا صايباته ماما وجداته، راه مصوراه معاكم. وهذا الشيء اللي كاين، هذيك السميده راهي حاطاها تم باش غادي ندير بها الحرشه. ودابا راه غادي نحيد هاد القصريه، غادي نعطي الى تجبد الهام القصريه الاخرى. انا بغيت هادي باش نعجن فيها، واخا كاينه العجانه وكلشي، ولكن راه عزيز عليا نعجن. يعني نعجن انايا بيديا، اصلا ما غنديرش بزاف، غنديرها شويه وصافي. هادشي اللي كاين. وفين واصله مع كسكس؟ انا نغسل هادشي دابا. ها هي الى ما تعرفش الهام ثلاث خدمات. المهم بنات دابا انا غنشارك معكم المسمن ان شاء الله، غادي ندير واحد المسمن زوين وبنين.
هو باش غنديرو ان شاء الله البوتي، وغادي نخلي منه في الثلاجه ان شاء الله. هنا درت الفورس ودرت القمح، الا درتو جوج زليف ديال الفورس ديرو زلافه ديال القمح، ومع التغربيل بطبيعه الحال صافي. وغادي ندير درت خماره الحلوه غربلتها، وغادي ندير الملحه. ما تكثروش الملح حيت غيكون فيه الفرماج، ما تكثروش الملح راه كيجي بنين بنين صافي. وغادي نعجن عاد الماء باش نخلط، غادي نعجن البنات عاد الماء بارد، يعني ماشي بارد ديال الثلاجه، بارد ديال الروبيني، ديال الروبيني كيبان مزيان ايمان. بالنسبه للعجينه ما خاصهاش تكون مرخيه، حيت هذه اللي مسمى اللي تيكون معمر ما كيبغيش العجينه تكون مرخيه، حيت اصلا هذيك العماره كترخي العجينه، يعني ردوا البال من هذه الناحيه، خليه شي شويه شاد في راسو صافي. انا راه واقيلا ما غاديش نزيد الماء، غنكتفي بالدليك، وغادي نبقى هكاك مع هاد شويه الدقيق حتى ندخلو باش كتجيني العجينه شاده في راسها ومتماسكه. ها نتوما البنات كنزيد شويه الماء على حساب الدليك، اما العجينه راها ما جاريه صافي، ها هي راها هي هادي، ولكن نعطيو الدليك. انا صراحه تعجبني ندلك بيدي، تعجبني اصلا العجينه بصفه عامه، قولوا لي هذيك العجانه اللي شارياها ديما كيسولوني عليها البنات، هي راه زوينه لا مارك ديال كينون، خديتها ب 4500 درهم، والبنات شاهدين مشينا حتى المرجان وصورت بحال واحد البنت قالت لي كنت كتبيع لينا، راه هذيك ما شريتيهاش نهار اللي مشيت شريتها، بارطاجيتها مع الناس ومشيتو معايا حتى المرجان. ويلا لقيت الفيديو ولا نتوما قلبوا عليه البنات، والله ما فيه ما يقلب، انايا ما كنكون نقدر نكون كندير شي حاجه اخرى. المهم راه باين الفيديو بارطاجيته معاكم و وريتكم كلشي. شكون اللي غادي يعطيني عجانه انتما شكون دايره 4500 درهم؟ اي لا ما كاينش دابا هاد الهضره تقولها غير شي وحده ما تكونش اصلا متابعه، ما كتكونش متابعه، ما كتكونش مفرجه، اولا تكون يلا دخلات وما عرفتش. اما البنات اللي مفرجين عارفين البلان وما فيه. زيدي زيدي الماء صالحه الكيوسك سي ما عرفتش شي يقول لك ملي تكوني مدلكي العجينه ما تشربيش الماء باش ما تبرديش، تتقول كتبقاي سخونه باش كتبقاي. لا كيقول لي العجينه ما تبردش، وتاع لك تيا كتقول لي يا ماما صافا انا صحاب العجينه هي كيوقع لها شي حاجه. لا لا ما حتى ما يوقع لها، كتبردي فهمتي، ما كتبقايش سخونه باش تبقاي تعطي مازال. ايوا اختي هادشي اللي كاين قلبنا سنه. دابا راه مدلكتها ها هي، غندير واحد شويه زويته ها هي، شويه زيت ياك شويه البنات ها هي، غادي نخليها ترتاح حيت ما فيهاش الخميره المعجونه من عند ما يوقع ليها، ونغطيوها في سلام وامان تنساو شغالنا. ودابا البنات خديت تقريبا واحد كيلو لا روب ديال السميده الرقيقه، غادي نزيد عليها الزبده، تقريبا درت واحد الكاس ديال الزبده وزدت عليه واحد لا درت يا ربي واحد نص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت. علاش درتهم دابا وجدتهم قبل؟ باش يلاه تبسبس السميده، هي خاصها تبقى هكاك مرقده في داك الزيت والزبده باش كتجي رطبه، كتجي الحرشه رطبه، كتجي الحرشه رطبه. عمركم سمعتوا اللي كتجي الحرشه رطبه؟ فعلا فعلا راه هي هذيك راه دايره حرشه صحه، تجي الحريشه كيك من الداخل رطبه ديما، تجيش ناشفه السميده قبل. وكان احسن مثلا الا كنتو بغيتو ديروا ديك الحرشه في الفطور كتبغيو تفطروا بها في الليل، بسبسوها بحال هكا وخدموها بيديكم مزيان، الغد اللي غتجيكم واحد الحرشه رائعه. دابا هنا درت تقريبا واحد الكيلو لا روب، على حساب خديت غناخذ واحد شويه باش نرش به الحرشه، والشي الاخر غادي نوجد به الحرشه ديالي، غادي ندير حرشه بدانون ديال او عفوا بالياوغ ديال الفاني، كتجي بنينه ما تشبعوش منها، كتجي بنينه. ماني ما بارطاجيتها معكم، وانا دابا غادي نبارطاجيها معكم، وها نتوما معنا يا الخوت. دابا غادي نبسبسها ونغطيها حتى هي وصافي، ونرجع لذاك المسيمنات. راه الغدا راه كتوجد فيه الهام،
هذه هي بيه فيه ثلاثة في واحد غدا والبول صافي باش تجلسي في خطرة باش تجلسي في خطرة البنات كلشي يكون واجد في الوقت يلا بقاو معنا الخوت جينا ترخفات ليا وقاديتها هنا عندي الفرماج هذا الفرماج كان عندي في الفريكو جبته مع ما بغاش يتطلق ليا دغيا حكيته فهمتوني هنا عندي زويته وهنا عندي الزعتر وهنا عندي هاد السودانيه عرفتي شحال حاره حاره بزاف شويه اللي درنا منها شويه منها يقضي الغرض حاره بزاف صافي دابا غادي نديرها هنايا بارك هشمي نزيد باش بغيتها تبان هاد المسم يا امي صافي هاد المسمن البنات في هذيك الزريعه ديالها اللي كتكون فن شوفوا كيفاش دايره شوفوا زوينه سعدت الناس ديال الميريكان بها المهم غادي نخلط ها هو خلطت هاد الفرماج ديروا اي فرماج عندكم الموتزاريلا ولا الفرماج الاحمر ولا اي فرماج عندكم ماشي اي فرماج هذاك الفرماج المثلث اي فرماج صافي غادي نخلي غير هاد الشويات بانوا لي باقيين واحد شويه حتى يلاه يلاه قجيتهم دابا صافي بلاتي نسيت انا نجيب لكم الفلفله وهذا البنات هي الفلفله اللي قلت لكم عليها البارح شوفوا البنات دابا انا هذا المسمن راه كله الدرعه بالصدفه دابا الفلفله كانت قربت تخسر ماما بغات ديرها تكتوكه قلت لها خليها ليا هذا كان عندي في الفريغو قلت انا غادي نحيدو من الفريغو ما نخليوش الفرماج ولا اللحم ولا اي حاجه ما كتبغيش تبقى تعطل في الفريغو صافي وقلنا نديرو منه واحد شي حاجه اللي هي زوينه وانتم بقاو معايا تسلق على العجينه ومتزعقيوش وحنا البنات كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم خديت زويته الصراحه الا بغيتوا ديروا تخلطوا الزيت مع الزبده خلطوهم غير حنا كنا درنا الحرشه فيها الزبده وما بغيناش نكثروا فداكشي علاش درت اكتفيت غير بالزيت بالزيت بوحدو كيجي زوين بحال هكا كنوجد هكاك الزعتر حدايا البصله شوفوا البنات اما ديروا البصله اما الفلفله دوك الفلافل اللي كتشوفوا راه كانوا في الثلاجه وكانوا قربوا يخسروا جبدتهم ماما بغات دير بهم تكتوكه البارح قلت لها شوفي ماما حنايا درنا دايرين مريقه هذيك المريقه اللي كنتو شفتوها البنات بالبطاطا والكفته بلا ما نديروا معها التكتوكه راه بوحدها كافيه قلت لها خلي هذيك الفلفله نديرها في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله وندير المليويات هي فاش جاتني نيت هذه الفكره باش ندير ماشي مليويات مسمنات نيت صافي هي دي قالت لي صافي لا اله الا الله عليها وجبت هذاك الفرماج هذاك الموتزاريلا راه كان عندي في الفريغو دازوا عليه الشهوره والدهوره وراكم عارفين ماشي غادي نجيو نسيبوه ف نلوحوه قلت عطى الله ما يدار به فهذه فكره باش ندير وانا ما كنبغيش البيتزا يكون فيها الموتزاريلا قلت صافي اللهم في المسمن حسن في المسمن كتجي كيبنن المسمن وفعلا جا واحد المسمن اللي بنين كنسرحوا هكاك المليويات كيف ما كتشوفوا كنديروا الزعتر هو الاول الزعتر البنات كيعطي واحد المذاق رائع جربوه ردوا عليا راه واقيلا كندرت معكم الملوي معمر وكي درتو معمر غير بالبصله ما درتش هاد الفلافل ولكن عرفتوا راه جا كيضحك جا ناشط داك الملو داك المسمن وحتى هذيك الفلفله السودانيه زعما الناس اللي في امريكا راه عندكم فلفله سودانيه واعره وحاره قاطعه تقطع ولكن حروره ديال البنه وكيف ما قلت لكم البنات هذا المسمن هذا راه يمكن لكم ديروا الكفته ديروا تقطعات ديال الدجاج هكاك صغيورين بغيتوني نبقى نبارطاجي معكم هادشي قولوا لي على الراس والعين صافي كنصاوب كلشي صافي من بعد نرتاحوا شويه غير ملي كنكمل ندير ديك الاخره صافي في البلاصه نبدا نطيب فيه كيف ما كتشوفوا راه ما دايرهش فيه الخميره المعجونه اولا الخميره الحبيبات فقط دايره الخميره الكيميائيه والعجينه راه كتصبر تقدروا تعجنوها بالليل فهنايا ملي كندير المسمن ما كيبغيش يبقى مرتاح يبقى بزاف المسمن خصوصا هذا المعمر كيبغيك غير تكمليه في الطي كامل وتبداي طيبي فيه ولا كنتي دايره كميه كثيره ديري مثلا واحد الكميه ديال 12 وحده ولا 14 ولا 15 كاع وانتي باقا كتعمري فيهم تبداي طيبي باش ما يخسرش لك المليوي المسمنات يجيوك زوينين وفعلا جاو زوينين وجا هذاك المسمن كاك من الداخل مع داك الفرماج جاك معلك وزوين
زعما اش غنقول لكم، جربوه وردوا لي الخبر ثم ان شاء الله غد. منيا البنات كيجا جو واعر، راح حليتو ليكم باش تشوفوه من الداخل. فراسكم هذيك الحرشه ما غاديش نديرها لحقاش، قالت لي ماما حنا اصلا واكلين الكسكسو، انتم شوفوا كسيكسو اللي دارت الهام، ما شهيتكم يا البنات شحال جفن. عرفتي هي كتسقي وانا كنقب، هي كتسقي وانا كنقب، جا زوين جفن. ما شهيناكم البنات، سمحوا لينا المحماتي سمحوا لينا. وهذه جات امي انت بلاتي تماط عليها، جات خطيره خطيره في المسمن ياك الهام، اش كاين؟ جات خطيره البنات في المسمن. قلت لها البنات عطيني شويه غندير لنا شويه، لان عرفتي المذاق ديالها خطير. عرفتوا البنات ماشي حاره لمجرد الحار، خاصها تكون حاره حاره وبنينه بنينه. كتطلق البنه دي زوينه، هذه ان شاء الله غنصوبها في الدار. فنه فنه هذه ان شاء الله انا غنصوبو نبارطاجيها مع البنات، هذه زوينه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. قالت لي ماما ما ديريش الحرشه لحقاش واكلي السميده هنا وناكلو حتى السميده في الحرشه، حتى الغدا ان شاء الله ونبارطاجيها معكم، نبارطاجي معكم هذه. ها انتم البنات شفتوا، ها هي غنخليها مبسبسه حتى الغدا ان شاء الله في الصباح، نوض لها بكري ندير واحد الحرشه واعره ونبارطاجيها معكم. هذا الكوتي وهذا هو غدانا وهادشي اللي كاين، والكوزينه مرونه ترونات الكوزينه، خاصني تنسالي ان شاء الله ونديرها. وبقى خاصنا على البن، ما كرهناش ما كرهناش، ولكن ما كاينش اللي غيتسخر لينا، حتى واحد ما غيقدر يطلع ديك الطواله ويمشي يجيب اللبن. تمشي الى نجيب اللبن الله يخليك. الشمس حار حار حار. البنات غنحبس معكم الفيديو، نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، غادي نمشيو نتغداو لحقاش الكاو ديال الجوع، كاو والله الا كاو. المهم نتمنى ان الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هذاك المسمن وتردوا عليا الخبر. الهام الصراحه قلت حاجه بنينه، مسمن جو خطير، جواعر جواعر والله. واللي صرعوه هو السودانيه بكل رجوله، يعني بالرجوله السودانيه ترجلت معنا في هذه الوصفه. قالت لي كنا رمضان اللي درناه في العيد الشوا اه لا جا زوين، قالوا لي علاش درتي داك الشيء وهذا، كنا انا عارفه المذاق ديال السودانيه شحال تيجي زوين. ايه اختي وجهي غيتفرقع ليا غيتعصر ليا، حيت شوف مع السخونيه ومع هذا. المهم كوزينه ترونت شويه لكن ماشي مشكل، تجمع تجمع. يلا البنات شو نتغداو، كنحماق عليكم، ما تنساونيش من لايك 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 الفيديو، بارطاجيو مع الحباب والاصدقاء، واللي ما دارش ابوني يدير ابوني، ومرحبا بكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.